لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. ينزل مثل المطر على الجزة ومثل القطر القاطر على الأرض. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرتل لك هللويا. لقد قدس العلي خباؤه. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرتل لك هللويا. إلهنا ولا يسكت. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرتل لك هللويا. يشرق في أيامه العدل وكثرة السلام. خلصنا يا ابن الله يا من تجسد لأجلنا لنرتل لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائتا لقد اقتبلت أن تتجسد لأجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استخارة وصول أيها المسيح إلهنا وبموتك وضد الموت وأنت لم تزال أحد الثالوث القدس الممجد مع الأب والروح القدس. خلصنا again and again in peace. Let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Remembering our most holy, our most blessed and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. يكون اسمه مباركا إلى الدهور. اليوم رأس خلاصنا وإعلان السر الذي منذ الدهور لأن ابن الله يصير ابنه
شرب النعمة، فلا توفنا نحن أيضا معه نحو واردة إلى قائلين السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، سمر انت ساتيريا سمانت كفالون كتوابيونوس مستيريو فانيروسيس وإيوس του Θεού Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διός είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Μουμπάρακ ον ισμού ηλα δάχρι ηλα δάρι δάχρι القضية الجدية وخ
خاطبنا الرسل مفتخرات وقائلا قد سبي الموت قام المسيح السلام عليك يا ممتلئة النعمة الرب معك. سمرة الساتر عصمتك فعلان كتعب عناس مستريوي فنرسيس وَيَسْتُو ثَوِيُسْتِسْ بَرْثَنُ جِنَتَ كَغَفْرِيلْ تِنْ خَارِنْ اَوَانْجَلِيزَتَ دِيَوْسِنْ لَفْتَرْ تِي ثَوَتَكُ وَيْسَمَنْ خَرَكَ خَارِتَمَنِ وَكِيرِيَسْ مَتَاسُ Tim per macho stratego taniketeria acto belaki raya del varama ya jundi والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى الدهر الداهرين آمين. بأسوة ثلاثية التقديس Oh,
الحسن القوي السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها لسنين عديدة يا Σε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. الكرمة واصلحان التي يمينك غرستها لسنين عديدة يا Amen.
Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Για ραμπχάλες ηλμουμινήν. Για ραμπουχάλες. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς, τους ευσεβείς. Ο εις τα γη πλάνα, Μακαριωτάτου, Θεοτάτου και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλου του Μακαριωτάτου, Θεοτάτου και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλος, Αλ-Αμπούλ Ακδας Ατ-Τουβάουι Βαλ-Τζαζίλουλ Ιτιράμ, Πατριάρχη Μαδίνατι Μουκαδδασα Ουρουσαλήμ, Βασάρα Μαλι Φιλιστίν, Σουρία Αραβία, Ουάγρα Λουρδον, Βακάνα Αλ-Τζαλίλ, وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة خريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيسا ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة خريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا وراعينا لتكن سنوك نفسنا الرب لأنه نظر يتواضع أمته حكمة
يا فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. يا إخوة، إن المقدس والمقدسين كلهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: سأخبر باسمك إخوتي وأسبحك في الكنيسة. وأيضا سأكون متوكلا عليه، وأيضا هانذا والأولاد الذين أعطاني إذن، إذ قد اشترك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو كذلك فيهما، لكي يبطل بموته من كان له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق كل الذين كانوا مدة حياتهم كلها خاضعين للعبودية مخافة من الموت، فإنه لم يتخذ الملائكة قط، بل إنما اتخذ نسل إبراهيم. فمن ثم كان ينبغي أن يكون شبيها بإخوته في كل شيء، ليكون رئيس كهنة رحيما أمينا في مد الله، حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه إذ كان قد تألم مجربا فهو قادر على أن يغيث المصابين بالتجارب، سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير. مجد لك يا رب المجد لك. فلنسلم. في ذلك الزمان حبلت أليصابات امرأة زكريا، فاختبت 15 قائلة: هكذا صنع بي الرب في الأيام التي نظر إلي فيها ليصرف عني العار بين الناس. وفي الشهر السادس
أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصران، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فلما دخل إليها الملاك قال: السلام عليك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن يكون هذا السلام؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد نلت نعمة لدى الله، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا سيكون عظيما وابن العلي يدعى، وسيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً؟ فأجاب الملاك وقال لهم: إن الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن إليصابات نسيبتك قد حبلت أيضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة للرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. المجد لك يا رب المجد لك. أبنائي، اليوم في كنيستنا المقدسة منعيش حدث عظيم، وهذا الحدث هو بشارة أمنا الفائقة القداسة والدة الإله، البشارة لإلها ولإلنا، البشارة للعالم بأجمع بتجسد الإله الكلمة. ها إن قوة العلي تحل عليك،
نعمة الروح القدس رح تحل عليكي، والمولود منك رح يكون عظيم وابن الله يدعى. البشارة أبنائي هي البشارة للعالم بالخلاص، حتى يتم تصحيح كل الأخطاء اللي كانت في الماضي بعد ما الله خلق الإنسان ووضعه في الفردوس وطلب منه إنه يطيع وصاياه. ولكن جدنا الأول بآدم وحواء ما أراد إنه يطيع الله، عصى كلامه، انقاد من ذاته وأراد أن يتمرد على الله، أن لا يطيع الله. ونتيجة عدم الطاعة، نتيجة السقوط، نتيجة الخطية كان الموت. دخل الفساد، دخل الموت لإلنا. ولكن الله ما أراد أن يترك جبلته. ربنا اللي خلقنا على صورته ومثاله وحبنا هيك حب، اللي أراد أن يتجسد هو، اللي يلبس الصورة اللي هو خلقها على مثاله اللي رح هو يتجسد فيه. هذا التجسد، هاي المحبة أراد الله أن يتممها عندما حان ملء الزمان. عشان هيك اليوم أرسل الملاك جبرائيل لعذراء من مدينة الناصرة، واسم العذراء مريم، أمنا الفائقة القداسة اللي ربيت في الهيكل، لا بل ربيت في قدس الأقداس، ربيت في داخل الهيكل. ولما منتكلم عن قدس الأقداس معناته وصلت لمرحلة التأله، وصلت لمرحلة القداسة بجهادها الروحي وبنعمة الله اللي كانت عليها بسبب جهاداتها الروحية من أجل الخلاص. هيك أمنا الفائقة القداسة اتحضرت في الهيكل في قدس الأقداس، وهيك أجا الملاك حتى يبشرها. زي ما بيحكوا أباء الكنيسة يستأذن منها. شوفوا أبنائي قديش الله بيحترم حريتنا، قديش ما بيحب إنه يتدخل بحياتنا ديكتاتورياً، ولكن الله بطلب إذن من امرأة حتى يحكي لها إنه أنا بدي أتجسد، هل أنت بتوافقي؟ وعشان هيك سمعنا هاي الكلمات العظيمة: ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. ما أعظم هاي الكلمات! أباء الكنيسة بحكي ما البشرية سمعت أعظم من هيك كلمات اللي سمعت بهاي اللحظة من أمنا الفائقة القداسة. كلمات إيمان، كلمات طاعة، كلمات محبة لله وللإنسان، للقريب. ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. هون أبنائي سكن الإله الكلمة. الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، الإله الإبن، سكن في أحشاء أمنا الفائقة القداسة بحلول الروح القدس عليها. في هاي اللحظات صار في عنا الحبل بالإله الكلمة، وبلش الجنين الإلهي ينمو في بطن أمنا الفائقة القداسة، يتغذى من دمها وينمو، وهو يعطيها نعمة فوق ونعمة من الألوهة، من نعمته، من نعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. في هاي اللحظات تم تصحيح أخطاء الماضي. آدم مع المعصية، آدم الجديد أتى ليخلص الإنسان وليموت على الصليب، وبموته وقيامته
إنه يدوس على الموت وينتصر عليه. حواء القديمة اللي بسببها كان المعصية أتت حواء الجديدة وحكت هاي الكلمات العظيمة: ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك، على عكس أمنا الأولى حواء. غاد معصية هون طاعة، بدل الحية هون في عنا الملاك جبرائيل. الحية وشوشت في أذن الإنسان حتى يتمرد على الله، هون الملاك بحكي لها السلام عليك افرحي، بعطيها السلام والفرح. وبالتالي هون بجيب لها البشارة وإلنا البشارة، كل إشي بتصحح. وهون منشوف قديش محبة الله لإلنا حتى يتصحح كل شيء، حتى يتم التصحيح من المعصية ومن كل أخطاء اللي تمت بالفردوس. وبسبب المعصية تردنا من الفردوس. هاي العلاقة اللي صارت ما بين يسوع الجنين في بطن أمه الفائقة القداسة وما بين العذراء هي علاقة فردوسية. عشان هيك الكنيسة بتسمي العذراء فردوس، ومن هون مكانة العذراء في الكنيسة. ما بنقدر نفصل مكانة العذراء كوالدة الإله من جهة، ومن جهة تانية دائمة البتولية. هذا الإيمان في أمنا الفائقة القداسة، إيمان كنيستنا بالثيوتوكوس والدة الإله، ومن جهة تانية بإنها دائمة البتولية. قبل الحبل بها هي بتول، وأثناء الحبل والولادة هي بتول، وبعد الولادة هي بتول، دائمة البتولية. هاي العلاقة اللي في أحشائها ما بين الإله المتجسد وهي أصبحت فردوس. وهون نحن مدعوين كمان إنه نكون فردوس أبنائي. والفردوس بيكون في قلبنا لما يكون في عنا نحن علاقة حية مع الله. الله ما بيكون غريب عنا، ولا هو بمكان بعيد عنا موجود في السماء، لأنه الله حاضر في كل مكان والمالئ الكل. عشان هيك الإنسان بجاهد جهاد روحي حتى دائماً يتنقى يتطهر من الداخل. وعشان هيك عنا التوبة، عنا كل الفضائل الروحية اللي فيها الإنسان بجاهد جهاده الروحي، جهاده الشخصي، حتى يهيئ قلبه، حتى يكون قلبه مليان في النقاء، في السلام، في الطهارة، في العفة، في المحبة. وهون بتبلش يكون في له علاقة مع نفسه قبل كل شيء. الإنسان بتصالح مع نفسه، كتير مهم مصالحة الإنسان مع ذاته أبنائي. كل ما تصالح الإنسان مع ذاته بتصالح مع الله، وكل ما تصالح مع الله ومع ذاته بتصالح مع القريب. ثمرة مصالحة الإنسان مع ذاته ومع الله هي علاقته بالقريب. عشان هيك بترجاكم ينتبه كل واحد منا على علاقته بالقريب، إنها تكون علاقة سليمة بدون أفكار سوء نية، ولكن خلي أفكارنا تكون أفكار مرضية لله، يكون عقلنا وذهننا يفرزوا أفكار حسن نية مش أفكار سوء نية للقريب. بكفي هذا الشيء اللي بنعمله بحق نفسنا. نحن منجرم بحق نفسنا لما منفكر أفكار سيئة في القريب. رح تحكولي ما يا أبونا منشوفه بيعمل ضدنا، ما منشوفه هيك بده بريد لنا السوء، ما منشوفه هيك بتكلم علينا. ما تهكلوا هم أبنائي، خلوا كل إنسان الله بيعلم قلبه وفكره، ما تحكموا عليه وما تشوفوا الظاهر. انت اهتم بنفسك، خلي ذهنك يفرز أفكار صالحة، أفكار حسنة، أفكار مرضية لله، مليئة بالحب. هذا الشيء
رح يخليك أنت تكون بسلام. حبك للقريب ما إله علاقة بحب القريب لإلك. إذا هو حبك أو ما حبك مش مشكلة، المهم أنت تحبه، لأنك إذا أنت أحببته أنت رح تكون بخير، بسلام، بنعمة، ببركة، أنت رح تكون سعيد، أنت رح تكون بسلام. كتير مهم إنه هذا الإشي، هاي الحكمة نحن ندركها أبناء قرن 21. أبناء قرن 21 نحن كتير مهم إنه نهتم بعلاقتنا بالقريب، لأنه عمالنا منشوف النزاعات بتكثر والخلافات بتزداد وسوء التفاهم بكثر، حتى في داخل البيت، في داخل العشيرة، في داخل العائلة. أبنائي، الإنسان كتير مهم إنه يدرك إنه مسيحيتنا تكمن بعلاقتنا الحقيقية مع القريب، وبالأخص اليوم بعيد البشارة إنه نشوف قدوة أمنا الفائقة القداسة بالفضائل اللي اقتنتها، بجهادها الروحي، بثباتها في الفضيلة، وكيف أجت النعمة الإلهية وأعطتها. هيك نحن كمان، كل ما الإنسان تحضر وحضر قربه وذهنه وإرادته كانت مرضية للرب، وقتها تيجي النعمة الإلهية وبتسكن فينا. بيكون كل واحد فينا حامل للمسيح، بيكون كل واحد فينا قدوس قديس. وهذا الشيء كتير مهم إنه نحن نجاهد من أجله جهاد روحي حسن مرضي لربنا. أبنائي، البشارة بالنسبة إلنا هو حدث بخصنا واليوم بتم. اليوم كل واحد فيكم بأخذ هاي البشارة، والبشارة معناتها الإعلان الحسن. البشارة هي إنه إلهنا تجسد، ونحن بالصوم المقدس رح نشوفه بعد أسابيع على الصليب معلق لكي يفتدينا. هاي الأحداث كلها أبنائي نحن مدعوين إنه نعيشها مع الكنيسة. كتير مهم إنه نحن ما نكون موجودين في الكنيسة فقط وجود شكلي، وبالتالي صلاتنا تكون صلاة فقط شكلية. لا، لازم نغوص بالجوهر، ولازم بصلاتنا يكون في حياة، وهذا الحياة بيجي من نار المحبة لربنا. كل ما حبينا ربنا، كل ما دبت فينا نار الصلاة، ووقتها منعرف نفسنا ومنعرف إنه نحن ولا شيء، منتواضع ومنعرف إنه نحن لا شيء. الإنسان فقط بيعلم إنه لا شيء لما بيقدر إنه يشوف الله حي في حياته، لأنه وقتها بيشوف قديش حب الله لإله، وبيشوف الله القدوس كيف بنزل لإله وبيجي حتى يكون جنبه ويقترب منه ويحبه ويعطيه حب في موت على الصليب، وفي قيامة، في حياة، في فرح. لما يشوف الإنسان هيك محبة بخاف، بتواضع، بحكي مين أنا اللي الإله يعمل من أجلي هيك. فقط الإنسان أبنائي هون بهاي العلاقة مع الله بتواضع وبصير يحب. كل ما حب وقتها نار الصلاة بتولع قلبه وبتخلي صلاته يكون فيها حياة، ما فيها يكون فيها طقوس جافة زي ما كتيرين بسمع بيحكوا نيجي على الكنيسة وفي طقوس. في الكنيسة ما في طقوس، فينا في طقوس، نحن عاملين قوالب لكل شيء في حياتنا، عاملين قوالب للصلاة، عاملين قوالب للقريب، عاملين قوالب للفضيلة، عاملين قوالب لكل شيء، موتنا كل شيء بموتنا. الكنيسة ما فيها طقوس، الكنيسة فيها حياة، فيها حب، فيها عبادة لله. الكنيسة بترفعك للسماء، الكنيسة بتأخذك في حضن الله، الكنيسة بتعيشك من هون الفردوس، الكنيسة بتخليك تشوف القريب قديس
مين مكان هذا القريب؟ هاي هي الكنيسة، ولكن نحن جبنا موتنا ودخلناه في الكنيسة وفكرنا موتنا هي الكنيسة. الكنيسة هي حياة، هي حب، هي قداسة. عشان هيك أبنائي خلينا ننتبه وما نرمي موتنا على حياة الكنيسة، لأنه مهما رمينا الموت الحياة هي اللي بتنتصر، ومهما رمينا ضعفاتنا وهفواتنا وكل شيء فينا وأمراضنا ما بتتغير الكنيسة. الكنيسة ماشية، الكنيسة هي كنيسة 2000 سنة وهيها موجودة لأنه الله فيها. الكنيسة أبنائي هي منذ الأزل، منذ الأزل الكنيسة، ولكن بتجسد إلهنا اليوم بالبشارة بلشت تظهر بالجسد، ظهرت الكنيسة الأزلية الأبدية، لأنه الكنيسة موجودة بوجود الله المثلث الأقانيم. هاي هي العلاقة اللي كانت موجودة والموجودة بين الثالوث الأقدس، هي الكنيسة. ولكن الكنيسة ظهرت بالجسد، ظهرت بتجسد الإله الكلمة ودخلت في التاريخ. عشان هيك نحن بمعموديتنا نصبح أعضاء في جسد الكنيسة، وفي جسد الكنيسة في نور، في حياة، في نعمة وقداسة. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين، عيد البشارة يكون عيد بركة ونعمة على بيوتنا كلنا، على الكنيسة، على الوطن، في هاي الأيام الصعبة اللي العالم بيمر فيها بصعوبات عديدة. نحن هون في الكنيسة منصلي، وبدل الحزن والاضطراب والقلق الموجود في العالم، الكنيسة من هون بتعطي أمل، بتعطي ثقة، بتعطي سلام، بتعطي فرح، بتعطي حياة، بتعطي قيامة. والكنيسة بتوجه رسالتها للعالم كله وبتحكي له بكلام السيد المسيح: لا تخافوا، أنا قد غلبت العالم، ثقوا بي، حكى المسيح. لا تخافوا، أنا غلبت العالم. مع المسيح نغلب وسنغلب. غلبتنا هي غلبة عظيمة، ولكن نحن لازم نكون شهود حقيقيين للبشارة ولتعليم الكنيسة، حتى نور المسيح يسطع في العالم. ونور المسيح بيسطع من خلال كل واحد فينا بحياته وفي بيته وفي علاقته مع القريب وفي قداسته. ربنا أبنائي يبارككم، ربنا يحميكم، يعطيكم كل نعمة وبركة من لدنه. كل سنة وأنتم سالمين، كل سنة وأباء الكنيسة أبونا فينيديكتوس الإرشمندريت الرئيس، أبونا قسطنطين قرمش شيخنا الجليل المحبوب، هذا الإنسان اللي هو حقيقة مدرسة، ربنا يعطيه الصحة والقوة حتى يستمر برعايته وحبه وتفانيه في العمل في الكنيسة. أبونا سالم مدنات رعاة هاي الكنيسة، نحكي لهم اليوم كل سنة وهم مسلمين، حتى ربنا يعطيهم القوة والنعمة يستمروا في عملهم الروحي في رعاية نفوس أبنائنا، أبناء هاي الرعية المباركة والمحروسة لرضا الرب. من عايد اليوم مرتيرين الكنيسة اللي إلهم دور كبير من خلال ترتيلهم، من خلال إحضار الملائكة إنهم يكونوا معهم، نحكي لهم كل سنة وأنتم سالمين، أمكم العذراء هي دائما تحميكم وتعطيكم كل بركة حتى دائما تسبحوا وتمجدوا الله. سيدات الكنيسة، هدول السيدات اللي بيخصصوا وقت من أوقاتهم، وقت كبير لخدمة الكنيسة ولعمل المحبة للكنيسة وللقريب، ربنا يبارككم. ومنحكي لهم كل سنة وهم مسلمين، ربنا يحميهم ويعطيهم كل بركة. ومنطلب كل السيدات يلتفوا حواليهم وحول أبونا سالم اللي هو مسؤول عنهم. كمان أبنائي لجنة الكنيسة اللي عمالها بتعمل كل جهد حتى أمور الكنيسة تكون مرتبة ومهيئة لأبنائنا، ربنا يبارككم، لأنه دور كل واحد في العمل في الكنيسة مهم، وإنتوا مهمين كل واحد فيكم لعمله في الكنيسة، وكل واحد مدعو للعمل. ما مننسى الشبيبة، ما مننسى طلاب مدارس الأحد
ما بننسى الكشافة، ما بننسى خدام الهيكل، ولكن بس منطلب منهم إنهم يكونوا هادين، ما يحكوا كتير في الكنيسة، ولكن من حبهم كتير لأنهم بيخدموا كمان في الهيكل. كلهم اليوم الكنيسة بتعيدهم، ذكرتهم ولنسيت أذكرهم، ولكن الله بذكرهم وأمنا الفائقة القداسة بتذكرهم. ربنا يحميكم أبنائي، بتمنى لكم عيد مبارك وسعيد، نعمة ربنا دائما تكون معكم تحميكم وتعطيكم كل بركة كل سنة وأنتم سالمين. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين.
جميعكم وجميع المسيحيين خساني العباد الأرثوذكسيين وزوار القبر المقدس قبل الحياة لأذكر رب الله في الملا مدهين كل حين إلى أنا وأكلان داهين Αν τον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λιάσατα καχανούντικα λιάθκουρι ράπουρι λαχφύλου αλακούντιχήν σαμάουι κουλαχήνιν λάνα ουακούλα ουάνιν ουαϊλαντά χρεδαντά أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع خوية القبر المقدس المتروبوليت فينيديكتوس إخوتي وشركائي بالخدمة الإرشمندريت رافائيل والإرشمندريت فينيديكتوس والإيكونوموس كوستانتين وإيرينيوس والشماس إفلويديوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وأبناء هذه الرعية الموجودين فيها والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والشدائد والأحزان الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والذين أوصونا نحن غير المستحقين نصلي من أجلهم مع الأم إيرينيا وأخويتها في المسيح مع مرتلي هذه الكنيسة ولجنتها وسيداتها وشبيبتها ومدارس أحدها والكشافة وجميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون فيها وجميع الذين ذكرت أسماهم على المذبح المقدس من أحيان والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين Εις αρχιερωσύνη σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. جميع الذين صدقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيوذروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين رئيس الأساقفة سيلفستروس الإرشمندريت ثيوذوسيوس سيرافيم وأونوفريوس وناركيسوس يوفيناليوس أناستاسيوس ويوأكيم فوتيوس وجميع الكهنة السالف رقادهم الذين خدموا في هذه الكنيسة المقدسة الأب أديب وجميع الكهنة الذين خدموا في جميع كنائس وأديرة المملكة
مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين مع أمة الله الخري هيلاني وجميع الذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. Bada dikrinal kulia
القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيداتنا ولدتنا لله دائما الفاتولية ماريا مع جميع الكنديسين لنودي أنفسنا وبعدنا بعدا وكل حياتنا للمسيح لله لك يا رب يا دونك تيرموت Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Hatta na tarifa bidifaken mukarin. الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأتر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين ستومن καλό, ستومن μεταφόβου προέσχομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لا
لتكن مع جميعكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله، ظاهراً كان أم خفياً. ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. وبتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαός, Τρίρες εουρανός και η της δόξης σου, Οσάνα της υψής. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Ωσάνα, ο εν της υψής. نهتف نحن أيضاً مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول: قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال. يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية، يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم، بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: خذوا كل هذا، هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن بتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى
والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد. التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا إن نقدم أيضاً لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. محولاً إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس، لمغفرة الخطايا، لشركة الروح القدس، ومن ملكوت السماوات والدال لديك، لا لدينونة ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضاً على الإيمان، من الأجداد والآباء وسائل الآباء والأنبياء، الرسل والبرز المبشرين والشهداء المعترفين والنساك، وكل الصديق توفي على الإيمان، أيتها العطاء التي قبلت من ملاك السلام وولد الخالق. خلص الذين خاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة للا دائما البتولية مريم. بصوت المال
اذكر يا رب أولاً أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام، مفصلاً كلمة حقك باستقامة. اذكر يا رب أولاً أبانا ورئيسك أنتيخستوفيلوس، وأبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام مفصلاً كلمة حقك باستقامة. وإن جميع لك فتاً والخاطرين على فكر كل واحد من الخاطرين جميعكم وجميعكن جميعهم وجميعهن كدوسي من الأين استوماتي και μία καρδία δοξάζειν και άγιμνη το πάτημον και μεγάλο πρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى رب نطلب يا لائسو Άσλη χάδιχ ηλ καραμπίν ελ μοκάραμα, λάτι κουντιμά του ακουντισάτ ηλ αραμπινάτ λούβ. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάριν, και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Κύριε Λαϊσόν. Την άλλην αζάτην αμιλκούλην τίκην ο αγάταπιν ο αχάταριν ο ασύντατην ηλαράν πινάτλουμ. Όδο του αχάλες ο άρχαμα αχφάννα για λάκου μια ματή. Αν για ακούνα να κάνουν ακούλου που κάμιλαν μου κάντα σαν σαλάμι ενώ την μην αράμπινα σαλ, μαλάκα σαλ, μη μουσίτα να μην αν καπιθαλήν ουφούσινα, ουασάτινα μην αράμπινα σαλ, ουφράνα καταγιάνα, ουασάμφκαρδουνού μπινα μην αράμπινα σαλ, σαλίχα του αλμαφικά τυλήν ουφούσινα σαλάμα λιλάλαμ. Μην αραπεινά σας. Νουτά μη μαμπακία τα ζαμάνι χαγιάτινα σαλάμι νουτά ο πατέρ μην αραπεινά σας. Τα κούνα ο αχυρού χαγιάτινα μασχία τα σαλαμία τα μπιλακούζον αλαχίσια. Ζάμα παρακάσαν αλλά τα μην παρήλ μασίχυρμα. Αρμαρχούν πεινά σας. Πάντα σου άλλην άλλη τη χάτ φιλιμάνου ασαρικά τη ρούχιλ κοντούς λινούν τη ανφούσινα ο απάτουν απάταν ο ακούλα χαγιά την άλλη μασί η λιλά λακαιόρα. Βαχιλάει ο ασαίεν النشر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبان أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدر والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. Amen.
لجميعكم ولروحك أيضا لنكرر روسنا لرب بك يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء، انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون للخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو، واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιούχα Ραμπ Ιησού αλ-Μασίχ Ιλάχουνα, ισγι μιν μασκίνικα αλ-Μουκαδδας. من عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هنا غير منظور، أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد فلنسغي القدسات للقديسين صهيونا وارتضاها مسكنا له. هللويا. أيها الرب يسوع المسيح، حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت عجنتنا بكاملها من دماء التي ولدتك ولادة تفوق الطبعة النقية البتولية بورود الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي. يا من بحسب البشرة التي أخذتها ارتضيت الآلام المحيا الخلاصية، الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت آلام جسدي المفسدة للنفس. يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة وشتت عني أرواح الخباثة. يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة. يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن. يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لوروده. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك، لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر، طوعيا أو كريا، بمعرفة أو بغير معرفة، فاعفو واغفر واصفح لي عنها كلها بما أنك الصالح والمحب البشر.
وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. لقد وقفت لدى أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس، افتح لي حلو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما تلك فبلمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما الأخرى فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور، آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضاً أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية، آمين. ها أنا ذا أسعى ماضياً إلى الشركة الإلهية، فلا تحرق لي بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكاً في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفاً. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤلهة، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فأحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولاً. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تكن لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. قد اختار الرب صهيون وارتضاها مسكنا له. أنا الناس Oh.
مرتضى Ooh.
خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي وجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المتصف لأنه خلصنا. نشكر رب دائما إذ كتلوان أسرار المسيح اللي هي المقدسة تاهرة جيل المائدة السماوية المهي راحبا فلن أستقيم ونشكر ربك كشكر. نشكر رب دائما خالص وارحمك فانا يا لكم بنعمتي يا رب ارحم. بعد سؤالنا ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة لنودي فوسنا وبعدنا بعدا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً لأسرارك المقدسة غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعاً في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. أمين. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى ربنا أدلو يريا لأيسان يريا لأيسان كيريا لأيسان. بسم الرب بارك أيها السيد القديس قدس الذين يحبون بها بيتك أن تشرفهم عوض ذلك بقدرتك الإلهية ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك وبالسلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك لكل عطية صالحة كل موهبة كاملة هي من العلوم حذرة من لدنك يا أبا الأنوار لك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل وان دار الداهرين. آمين. Ιητό όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον Ιησούς ο Θεός. Διακόνης μου Ραμπί μου βάρεκεν μίλα λένε βαήλατε. الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين.
يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، والتي نقيم اليوم تذكاراً لبشارتها المقدسة الشريفة، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد، وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس العظيم في الشهداء كريستوفوروس وأمنا البارة مريم المصرية، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطيني الذي أقمنا خدمة قداسه الإلهي، والقديس يوحنا السلمي الذي نقيم تذكاره اليوم، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب البشر. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح احفظه يا رب لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم عديدة ومباركة، كل سنة وانتم سالمين، العذراء تحميكم وتكون معكم دايماً.